وللحديث عن إعلان حكومة السودان عن اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار حصول مثل فاجعة قضاء الحمدانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور محمد جواد فارس. حياكم الله دكتور محمد. أهلا بكم وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وكل التعازي لعوائل ضحايا حرس الحمدانية والشفاء العاجل لجرح الحروق. اللهم أمين. دكتور محمد، إلى أي حد يمكن التعويل برأيك على الإجراءات واللجنة التحقيقية التي أعلنت عنها حكومة السودان للتحقيق بفاجعة حريق الحمدانية؟ باعتقادي أن هذه الإجراءات هي مجرد إعلان، والمطلوب في الحقيقة هو إجراءات قضائية تتخذ ضد هؤلاء الذين هم السبب في هذه التي أنا أسميها مجزرة ضد الإنسانية. فعلا إنها مجزرة ضد الإنسانية، لأنه هناك تجاوزات على قوانين لدول تحترم نفسها بما فيها قضية السلامة. ولذلك إن الحريق الذي جرى في الحمدانية هو بعيد كل البعد عن إجراءات الأمن والسلامة، وهو بالأحرى حريق أصبح في سجل الأمثلة الماضية، ومنها عبارة الموصل، وكذلك حتى تفجير كنيسة النجاة التي جرت بعد الاحتلال مباشرة. كل هذه هي جرائم تجري تحت أنظار هذه الحكومات المتعاقبة، ومنها حكومة السودان. يعني حكومة السودان وعدت أخيرا مؤخرا بعد هذه الفاجعة بربما اتخاذ الإجراءات اللازمة. قد يسأل سائل هنا، ما المانع من منح الحكومة فرصة أخرى، وما مبرر المخاوف والاتهامات الموجهة لحكومة السودان؟ كان المفروض للحكومة السوداني أن تتخذ إجراءات كما حدث في مستشفيات من حرائق. هذه الإجراءات هي إجراءات سلامة أمنية للمواطنين، والآن هم يأخذون هذه القضية كأنه في محمل الجد، ونحن نقول أنها قضية تستحق التحقيق أولاً بهؤلاء الذين هم سببوا هذه الكارثة، لأنه المنطقة التي شيدت عليها هذه القاعة، قاعة الهيثم، هي أرض زراعية، وقاعة الهيثم تعتبر قضية تجارية. فكيف هذا ممكن أن يكون علما بأنه أخذوا موافقات واليوم صرحوا بأن هذه الموافقات رسمية؟ حتى هذه الموافقات أعتقد أنها مزورة وغير دقيقة، وإنما أخذت جانب آخر من أجل إقناع مجموعة بابليون التي هي المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء. بما أنك أتيت دكتور محمد على موضوع بابليون، مع التأكيد على عائدية ملكية القاعة لأحد الأشخاص المدعومين من تلك الميليشيا، يطلق ذو الضحايا تحذيرات وربما تشاؤما بمحاسبة المسؤول عن حدوث هذه الفاجعة والتدقيق بما جرى بالضبط. هل تراهم محقين، أي ذوي الضحايا، هل تراهم محقين بهذا التخوف؟ بالتأكيد، لأنه فقدوا أعزائهم، أبنائهم، أخوتهم، أزواجهم، أمهاتهم، أطفالهم، هم محقين. والمفروض الآن تشكل لجنة تحقيقية. وعلى سبيل المثال أنا أدعو السوداني أن يكون ضمن هذه اللجنة حتى يرى بأم عينه، ومن ثم تنقل هذه القضية بعد اللجنة التحقيقية إلى هيئة قضائية عادلة. لا يمكن أن تنسى هذه القضايا، لأنها هي مصائر عوائل من أخواننا المسيحيين
ذهبوا من أجل الاحتفال بعرس، وأصبح هذا العرس مآتم في كل بيت من البيوت، لأنه عدد الشهداء أصبح فوق 100 شهيد. وكذلك هناك جرحى من الحروق، هذه الجرحى موجودين في مستشفيات متعددة. دكتور محمد، يعني برأيك ما مدى إمكانية تنفيذ ما طالبت السوداني به من يعني تشكيل لجنة لربما محايدة وتصل إلى الحقيقة؟ هل يمكن تنفيذ هذا المطلب في ظل الظروف الراهنة وفي ظل أيضا ارتباط بعض مالكي هذه الصالة لميليشيا بابليون؟ أنا باعتقادي أن هناك من يضع العصا في دواليب هذا الرجل، هو يدعو ولكن ليس في يده قرار ثابت، لأن هناك ضغوطات سوف تجعل هذه الضغوطات أنه ينسى هذه القضية وتسجل على مجهول، مثلا كما حدث في قضايا أخرى هي صارت في سجل المنتهي مثل ما يبلون. وأنا أقول أنه إذا كان جدي فعليه أن يمشي بخطوات من أجل أن يعلن بمصداقية كاملة بأنه لا يمكن أن ينسى ما حدث في هذه القاعة التي أدت إلى وفاة عدد غير قليل من الأخوة المسيحيين. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.